من أهم الأحداث اللي كانت في شهر رجب رحلتي الإسراء والمعراج. إيه رحلتي الإسراء والمعراج دول؟ دول الرحلتين. الرحلة الأولى اسمها الإسراء، والإسراء هو السير ليلا، السير ليلا اسمه إسراء. طيب رحلة الإسراء أسرية برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد الأقصى بفلسطين المباركة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. خذوا بال حضراتكم أي ذكر في القرآن للمسجد الأقصى أو القدس أو الحرم نفسه ده أو المكان نفسه ده، المكان المبارك ده، أي ذكر لي في القرآن ذكر بوصف البركة. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها. إيه الأرض التي باركنا فيها دي؟ اللي هي أرض فلسطين اللي فيها القدس الشريف. دايما بتوصف في القرآن الكريم بأنها الأرض المباركة، الأرض اللي فيها بركة. يبقى أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد الأقصى بفلسطين المباركة. إيه وسيلة السفر؟ البراق. إيه البراق ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال دابة فوق الحمار ودون البغل. أعزكم الله ده أعلى من الحمار شوية وأقل من البغل شوية، لونها أبيض، لون البراق أبيض. طب سرعتها إيه بقى يا سيدنا النبي؟ قال تضع حافرها عند منتهى بصرها، تضع حافرها عند منتهى بصرها، يعني تقريبا كده ما شاء الله ما شاء الله سرعة الضوء. ده بالنسبة للرحلة الأولى. ليه النبي سافر يا حضرات؟ ليه ربنا سفر النبي بالليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله؟ قال لنريه من آياتنا. إذن النبي شاف آيات ربنا في الرحلة المباركة دي. جميل. الرحلة الثانية بقى اسمها المعراج. احنا عرفنا الإسراء، الإسراء قلنا هو السير ليلا من إلى وسيلة السفر. المعراج ده بقى من إلى، من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى. والمعراج هو الصعود إلى أعلى في خط متعرج مش خط مستقيم، ده اسمه معراج. من اللي فين؟ من المسجد الأقصى للسماوات العلى لسدرة المنتهى، حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى سمع النداء أنت على بساط أنس الله يا محمد. في اللحظة ديت النبي قال إيه؟ التحيات لله والصلوات والطيبات. فربنا رد على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فالملأ الأعلى بقى الملائكة قالوا إيه؟ قالوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. عرفتوا منين جه التشهد يا حضرات؟ دي الرحلة. يبقى دول رحلتين، الرحلتين دول على أرجح الأقوال إن هم كانوا في شهر رجب. طيب لو جيت أقول لحضرتك بقى حط لي عنوان لشهر رجب، ها تقول لي يلا كل واحد يحط عنوان بقى. نقول مثلا ده شهر جبر الخواطر، لأنه ربنا جبر خاطر النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما مر بأحداث شديدة ومؤلمة ومؤسفة ومحزنة، وكان عام اسمه عام الحزن، ماتت أمنا خديجة زوج رسول الله، ومات أبو طالب عم رسول الله اللي هو كان بيدافع عنه فسمي عام الحزن، وراح الطائف وأذوه ضربوه في الطائف اللهم صل عليه، ورجع مكة كانوا منعينه انه يدخل مكة، قصة كبيرة مليانة آلام وأحزان. طيب وبعدين ربنا رضى النبي، جبر خطره وطيب خطره ونسى كل همومه. عشان كده رسالة إلى كل مهموم، إلى كل مكروب، إلى كل محزون، ربنا هيكبر خطرك زي ما جبر خطر النبي عليه الصلاة والسلام.